اهلا ومرحبا بكم طلاب الشهادة الإعدادية في آخر فيديو لنا اليونت 2. هنبتدي هنا نعرض how to make and answer a complaint، ازاي اقدر اعمل شكوى وارد على شكوى. هنبدأ هنا بشخصيتين عندنا في الـ conversation، في المحادثة، شخصية عمر and Ali. عمر طبعا يبتدي يحيي Ali، يقول له hello Egyptian handicrafts، how can I help you؟ طبعا مرحبا بك في الصناعات المصرية اليدوية، ازاي اقدر اساعدك؟ علي رد عليه قال له هلو اي ونت تو ميك ا كومبلينت، عايز اعمل شكوى. عمر قال له او دير واتس ذا بروبلم، طب لايه في ايه المشكله؟ علي قال له اي اوردر سام بوتس 3 ويكس اجو فور ماي شوب، طبعا طلبت بعض من الاواني الفخاريه من 3 اسابيع فاتوا للمحل بتاعي. يور ويب سايت سيز ذا دليفري تيكس 5 دايز بات اي ام ستيل ويتنج. أنا طبعا الموقع بتاعكم على الإنترنت بيقول إن التوصيل بياخد 5 أيام وأنا لسه منتظر حتى الآن. طبعا عمر قال له I'm very sorry about that، يؤسفني أن أسمع ذلك. Can I take your name and the order name please؟ The order number please، يبقى Can I take your name، ممكن آخد اسمك and the order number ورقم الإيه رقم الطلب بتاعك من فضلك. Ali قال له yes it's Ali Ahmed and the order number is 344538. I emailed you last week. أنا اسمي علي أحمد ورقم الأوردر 344538 وأنا بعت لك إيميل الأسبوع اللي فات. عمر قال له آه يس مستر أحمد، أيوة فعلا يا مستر أحمد، you ordered 50 pots for delivery to Kenya، طلبت 50 أواني فخارية لكينيا. Is that right؟ أليس هذا صحيح؟ طبعا علي قال له that's correct، هذا صحيح، بياخد المعلومة. عمر قال له Yes, the delivery company has your order. I call the delivery company and ask them what the problem is and I call you back. I'll call you back يعني تسيبك مرة ثانية. طبعا قال له اللي شركة التوصيل معاها الاوردر بتاعك، انا هتصل بيهم بشركة التوصيل دي وهسألهم ايه المشكلة وعاود اتصل بك مرة اخرى. Can I take your phone number please؟ ممكن اخد رقم تليفونك من فضلك؟ طبعا قالي قال له yes it's 254-667578. Can you call me back today please؟ قال له الرقم بتاعه 254-667578. قال له ممكن تعود الاتصال بيه مرة أخرى من فضلك؟ عمر قال له of course بالتأكيد. قالي قال له thank you good boy. طبعا نيجي بعد كده على أهم الديفينيشنز الموجودة عندي في المحادثة. طبعا عندي كلمة complaint معناها شكوى، something you make when you are unhappy about something، طبعا شيء ما بعمله لما اكون unhappy معناه مش راضي عن شيء ما اخر. نيجي بعد كده على order معناه طلب. when a customer asks someone to send bring or make something for them، طبعا لما يكون ال customer معناه الزبون بيطلب من شخص تاني يبعت له او يحضر له او يعمل له شيء ليهم. كول باك معناه يعود الاتصال، ريتيرن فون كول يعود اتصال مرة أخرى. ايميل معناه يبعت رسالة بالإنترنت، تو سيند أ مسج إلكترونيكالي معناها عن طريق الإنترنت. نيجي بعد كده عندنا البريفكس، قلنا بريفكس معناها بدايات أو ملحقات بتيجي في أول الكلام زي إكس، زي إكسبلين معناها يشرح أو يفسر، أن مع هابي، هابي طبعا معناه سعيد، مع أن هابي بغير سعيد. كلمة worried معناها قلق، unworried معناها غير قلق. view معناه منظر، لما احط review معناها مقالة نقدية. example to get the opposite عشان نجيب عكس كلمة happy، كلمة happy بحط un يبقى اديني unhappy، يبقى كده بجيب ال opposite العكس بتاعها. نيجي بعد كده عندي هنا ال suffix، قلنا suffix معناها ملحقات، بحط الكلمة والسافكس معناها الملحقات بيكون قبلها ده الصغيرة زي كده، بيجي لي نيو وورد كلمة جديدة زي كلمة اكسبريس يعبر عن، احط لها اي او ان يبقى اكسبريشن معناها تعبير، اتحولت من فيرب فعل الى اسم. كومبلين معناها يشتكي، محط لها تي بقت كومبلينت معناها شكوى. سيل يبيع، حطيت لها اي ار بقت سيلر بائع، يبقى انا بقى هنا بحول من فيرب الى نون، من فعل الى اسم. تراست يعني يثق، تراستد بحط لها اي دي بقى شخص موثوق به. توست، كلمة توست هنا معناها يحمص أو يخبز حاجة يعني خبز محمص، حط لها اي ار بقى توستر، هنا مثلا توست لو فيرب يبقى توستر معناها آلة تحميص الخبز. نايس ضوضاء،
هتطلع واي هتتحول من اسم الى صفه بقت نويزي. ناخد اكزامبل مثال يو كان مي كان اون، ممكن اعمل اسم من الفيرب اللي هو سيل باي ادنج لو ضفت له اي ار. ذا وورد كومبلينت معنى كلمه يشتكي، كلمه يشتكي هنا معناها تعتبر قصدي نون. نون يعني ايه؟ يعني اسم. ممكن تجيلي في التشويس في الاختيار نختار the word complaint is، كلمة complaint تعتبر ايه؟ نون ولا verb ولا ايه بالظبط؟ اختار كلمة نون. نيجي بعد كده عند ال words وال synonyms وال antonyms، الكلمة والمترادفات والعكس. word horrible معناها حاجة فظيعة، terrible ايه ال opposite بتاعها attractive، attractive معناها حاجة جذابة. mixed معناها مختلط، equal blended عكسها unmixed غير مختلط. main يعني حاجة أساسية، بتساوي كلمة necessary ال opposite بتاعتها unnecessary غير ضروري. broken مكسور equal smashed or damaged ال opposite unbroken. unhappy غير سعيد equal sad ال opposite بتاعتها happy or glad. seller بائع ال equal meaning shop assistant، ال antonym أو ال opposite customer أو client. beautiful جميل equal nice or pretty العكس بتاعها horrible. ناخد examples. طبعا if something is horrible لو حاجة فظيعة it means دي معناها ال equal meaning ال horrible ايه؟ very bad or unpleasant. unpleasant يبقى اللي هنا عندي كلمة horrible فظيع، الكلمة المساوية ليها اللي هي very bad يعني حاجة سيئة or unpleasant يعني حاجة غير مش غير جيدة. can you mend this broken chair؟ طبعا السينينم لكلمة broken is damaged، كلمة المساوية كلمة مكسور هي كلمة damaged معناها محطم أو مكسور. what's the main purpose of this plan؟ إيه الهدف الرئيسي لهذه الخطة؟ السينينم بتاع كلمة main is necessary. نيجي بعد كده I bought this toaster and it was beautiful. طبعا اشتريت التوستر ده دون لو قالت تحميص الخبز وكانت جميله. بيوتيفول هنا كان بي ريبليس يعني ممكن اشيل بيوتيفول واحط معاها ايه الايكوال مينينج ليها، الورد هيكون فيري نايس وهي معناها جميل جدا. نيجي لاخر حاجه هنا مع بعض اللي هي الريفيو. ريفيو معناها مقاله نقديه. طبعا الريفيو بعملها ازاي؟ طبعا ببتدي اوصف الحاجه اللي انا اشتريتها، بقول اسمها وابتدي اقول مميزاتها واقول لو فيها عيب او لا. ريفيو نمبر 1 I bought this microwave as a present for my parents. طبعا قال اسم الحاجه اللي اشتراها اللي هو المايكروويف، اشتراها كهديه للبيرنتس بابا ومامته. they weren't very happy with it. طبعا ما كانوش مبسوطين بيه. it looks good in the kitchen and the delivery was quick. ده طبعا دي ميزه اللي هو كان كويس جدا في المطبخ والتوصيل كان سريع. طبعا هنا however حاجه عكسيه. when they used it لما تستخدموه the food didn't cook very well. الاكل لم يبدو مطهوا جيدا. it was horrible انه كان سيئا للغايه. I sent it back رجعته and will buy a different one هشتري واحد جديد. يبان هنا زي ما انا قلت بعرف اسم المنتج والمميزات بتاعته او العيوب بتاعته وببتدي اذكرها في الريفيو بتاعي. عندنا ريفيو تاني اللي هو ريفيو 2 I bought this speaker as a present for my cousin. she is very happy with it. it looks great and it is very easy to use. you can use it on your television or to play music. there is only one problem with it. her parents think it is too loud. طبعا هي اشترت هنا السبيكر، قالت اسم المنتج اللي اشترته كبريزنت للكازن بتاعتها بنت عمتها. she is very happy with it كانت مبسوطه بيه. طبعا ابتدت تشرح المميزات بتاعته. it looks great يبدو عظيما. it is very easy to use طبعا شكله حلو استخدامه سهل. طبعا ممكن تستخدمه في كذا حاجه في التلفزيون او ممكن بلاي ميوزك تحسب عليه موسيقى. بس طبعا قالت فيه في الاخر وان بروبلم في عيب واحد اللي هو هير بيرنتس باباها ومامتها بيعتقدوا اتوستو لاود اللي هو صوته عالي. نيجي بعد كده لاخر حاجه معانا موديل نموذج اللي عاملينه الاونلاين ريفيو. رايت ان اونلاين ريفيو اوف ا جولري بوكس. طبعا هنا هنكتب ريفيو عن اني اشتريت مثلا الجولري بوكس. قالوا I am really happy with the jewelry box I bought. يبقى أنا هنا I am really happy أنا مبسوط جدا with the jewelry box بصندوق المجوهرات I bought اللي أنا اشتريته. it looks really beautiful and is very good quality. طبعا يبدو looks أنا معناه يبدو جميلا جدا and is very good quality وجودة جيدة جدا
The price was also really good. طبعا كمان السعر بتاعه كويس جدا. The only problem was that the delivery took over 2 weeks. طبعا هنا عرضت الحاجة اللي اشترتها، وطبعا اتكلمت على المزايا بتاعتها اللي هو beautiful طبعا و good quality والسعر بتاعه كويس جدا، بس كان في only problem، في مشكلة واحدة اللي الدليفري طبعا التوصيل أخذ أكتر من أسبوعين. وبكده أكون نهينا كل النقاط المهمة في يونت 2. وأتمنى يكون الفيديوهات مفيدة بالنسبة لكم، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.